ميني ستوديو. بلشت حلقة جديدة لميني ستوديو أكيد مع كل التيم يلي بتنطروه كل يوم. مع بداية حلقتنا بدنا نقول لكلارا رحمة ألف مبروك لأنه أنت اللي ربحت معنا. كلارا شو عملت؟ بعثت لنا على تويتر أول كلمة إيه لميكي ماوس، لأنه ميكي ماوس مثل ما قلنا كان أول شخصية بتحكي على التيفي. كلارا بعثت على تويتر وقالت لنا أنه أول كلمة إيه هي هوت دوغ، ومزبوط هوت دوغ هي أول كلمة لفظها ميكي ماوس على شاشة التيفي، لأنه ما حدا بيعرف بعد لهلأ ليش؟ ليه والت ديزني نقى أنه هوت دوغ تكون أول كلمة؟ ما عنا ولا أي فكرة، ولكن هوت دوغ كانت هي أول كلمة بالفعل. مبروك لكلارا رحمة، رح نشوف كلنا سوا شو هديتك. مبروك، الهدية هي بطاقة دخول لفترة شهر لتلعبوا وتتسلوا بالشوغر موتش كيدز بلاي جراوند. وأول خبر بجاسبس لليوم هو عن The Lion King. The Lion King كانوا مقررين بالأول يسموه King of the Jungle، لبعدين اكتشفوا أنه اليوم أو الأسد ما بيعيش بالجنغ، بيعيش بالسفاري، رجعوا سموه، غيروا الاسم من King of the Jungle وسموه The Lion King. هيدا دليل أنه ما حدا ما بيغلط، ولكن لازم نفكر كتير منيح بكل شغلة قبل ما نعملها. هلأ رح نحضر مقطع كتير صغير بس كتير مهضوم من The Lion King، ومن بعدها في بعد خبر باليوم بجاسبس، خليكن عم تحضرونا. أكونا ماتاتا ça veut dire pas de souci. أكونا ماتاتا، mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata, quels sont fantastiques. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Ben oui, c'est notre vieux credo. C'est quoi un credo? C'est Pumba le vieux credo. C'est fastoche. ومن The Lion King رح ننتقل لثاني خبر كمان كتير مهضوم، هو من ديزني لاند. بسنة 2013 أكثر من 5 ولاد خلقوا بديزني لاند، خلقوا بديزني لاند مش بالمستشفى، بديزني لاند. وكرمل هيك لأنه خلقوا بديزني لاند كلهم سموهم نفس الاسم. جربوا حذروا قبل ما قلكن شو معقول يكون الاسم، يعني إذا شخص خلق بديزني لاند شو معقول يسموه؟ أكيد ميكي ماوس. ميكي ماوس هو الشخصية المعروفة كتير، فسموا هالأطفال يلي خلقوا بديزني ميكي، فعلى اسم ميكي ماوس لأنه ديزني لاند أكيد يعني ميكي ماوس. هلأ رح نحضر كمان ميوزك فيديو حلو وكتير حلو، الغنية رح نحضرها كلنا سوا، هي بينوكيو، ومن بعد حلقة ميني ستوديو معي ومع كيكي ومع كل التيم بتبلش. Tu m'attrapes pour
انه بلش فصل الصيف وهلا رح نفرس قريبا. نحن بلبنان عنا بفصل الصيف شمس كتير، يعني بتكون الحراره عاليه بالصيفيه. هالشمس هي كوكب، كوكب كبير وبعيد كتير كتير عن الارض. ارضنا بتبرم حوالى الشمس وحوالى نفسها. كل هالاشياء تعلمتوهن يمكن، بس يمكن انتم مش منتبهين قديش نحن بعاد عن الشمس. حتى لو عم نحس انه اليوم بالصيفية وبلبنان الشمس حامية كتير وكأنها قريبة عن الأرض، هي بتبعد عن الأرض أكثر من 150 مليون كيلومتر. وتصوروا انه إذا بدنا ناخد طيارة سريعة كتير ونسافر ونروح صوب الشمس بدنا 19 سنة تنوصل. فإذا الشمس هي بالحقيقة كتير كتير بعيدة، بس شمس قوية كتير وحامية كتير، ودرجة الحرارة على سطحها تقريبا 6000 درجة. تصوروا قدي، يعني أكيد نحن ما فينا ولا نسافر ولا نقرب عن على الشمس لأنه الشمس بتحرقنا. طب هلأ تعوا نشوف بهالكتاب الحلو كتير كيف شكل الشمس وكيف الكواكب بتكون. اسمه هالكتاب لأنه كتير حلو، أنا بنصحكم تحصلوا عليه وتتفرجوا، اسمه أتلاس دو سييل إي دو لإسباس. من قلبه منشوف هيدي الشمس وهو الكواكب الكتيرة اللي بتبرم حواليها. لو سيستيم سولير، شوفوا كيف درسوا هالكوكب يلي من دونه نحن ما فينا نعيش لأنه ما بيكون في حرارة ولا بيكون في ضوء على وجه الأرض. هيدي الشمس يلي هي مكونة من نار من غازات، أكيد بعيدة كتير عن الأرض تما تحرقها. وبعدين منشوف باقي الكواكب يلي اكتشفها الإنسان ودرسها. هيدا الكتاب لكل أصحابنا يلي بحبوا يتعرفوا أكتر وأكتر على العالم وأكيد على الأرض والشمس والكواكب الكتيرة. طيب هلأ حلقتنا بدها تبلش، كتار منكم عم يبعثوا لنا وعم بيجاوبوا على الأسئلة اللي نحط على فيسبوك بيج. فإذا فيكن تربحوا بميني ستوديو، فيكن تجوا تغنوا معنا، فيكن تلعبوا، وفيكن تحضروا حلقتنا وتكتبوا لنا كمان رسائل وتبعتوهم. تعالوا هلأ نشوف مين منكم رح يربح ومين جاوب صح على السؤال اللي حطناه على فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو. أنا كتير مبسوط لأنه عم تجاوبوني بطريقة مزبوطة وسريعة على كل الأسئلة أنا بحطهم على الوول تبع الفيسبوك بيج تبع ميني ستوديو. خليني أسألكم هيدا السؤال هلأ، كلي لا بلو هوت مونتاني سور تير، أي أعلى سمي على كوكب الأرض؟ فوتوا هلأ على فيسبوك بيج جاوبوني وتتربحوا معنا. خلينا نشوف سوا شو. مبروك، الهدية هي بطاقة دخول لفترة شهر لتلعبوا وتتسلوا بالشوغر موتش كيدز بلاي جراوند.
أنا وقت أكبر بدي أصير معلمة، وبعد الظهر بدي أغني بميني ستوديو. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. طلبات كتيرة عم توصل على بيج بانك ليبانو فرانسيز من الأمس كلوب ممبرز يلي حابين يجوا لهون، ونحن بنوعدكم إنه رح نرد عليكم كلكم ورح ندعي قد ما فينا من الأمس كلوب ممبرز ليجوا لهون يلعبوا يتبارو ويتسلوا وأكيد يربحوا مع بانك ليبانو فرانسيز. ميني ستوديو تاب بيج بانك ليبانو فرانسيز هي الطريقة الوحيدة اللي من خلالها فيكم توصلوا لهون. أما هلأ نتعرف على المشتركين ومن بعدها 1 مينت قد بقى الأف بتبلش. بولوس شيديا بحب كتير السبور وما بيحب ينام بكير. ليا عزار بتحب تروح على البحر وما بتحب اللون البني. ومع بولوس مبلشين اليوم ستارت جيم. بولوس 50,000 100,000 كبوس عليها بترجع لمحل 100 صح 10,000 اوكي 15,000 يعني 10 و 5 صح 65 50 60 وبيبقى لنا 5 واحدة تانية 65 عن جديد يلا 50 صاروا 70 75 نحن بدنا 65 خلص وقتك بولوس وقدرت تجمع سكور 985 نقطة بقي إنه ليا تلعب لنشوف قدر رح تجمع إذا أعلى من هيدا السكور ولا أوطى يلا بلاي جيم 5000 10,000 120,000 أوكي 60,000 يعني بس عليها مزبوط ليا واحدة تانية 60 عن جديد يلا 50 وقدي 10 صح 130 مظبوط 210,000 وخلص وقتك ليا ليا بدقيقة جمعت 1350 نقطة، اثنيناتكم لعبتوا كتير منيح بس بما انه السكور تبع ليا هو اعلى سكور لليوم هي الربحانة، فهلا رح نشوف شو الكادو تبعها ونقلها كلنا سوا مبروك. هديتكم من بنك ليبانو فرانسيز هي بطاقة شوز تتفتحوا حساب باسمكم وكمان 100 دولار، مبروك. وقت اكبر بدي اصير حكيم، بدي يكون عند الطيارة لابرم العالم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. ستوديو هاي اكيد مثل ما بتعرفوا انه كل يوم بميني ستوديو بنتعلم عن شيء جديد واكيد بتعرفوا انه الشمس بتاذي مثل ما كانت عم تخبرنا كيكي انه بس نروح على البحر او نقعد كتير وقت تحت الشمس لازم نحط كريم اكران دو سولي اكيد لانه الشمس تضربنا والشمس اشعه الشمس مش كتير منيحه للجلد للسكن بس هلا وقت انه نحكي عن الشمس اكيد لا هلا وقت انه نحضر فيديو وننبسط ونضحك الفيديو تبع اليوم كتير مهضوم عن شو بيحكي بخبركم او بتحضروا لا احضروا بتفهموا اكثر بلاي رح يحولوا له سيارته كانه سيارته هي سياره البوليس رح تظهر من ال... رح تتصرف انه هي من سيارتي نفس الشيء مع الزلمه شوفوا شو عملوا بسيارته هذا الزلمه فات على الدكان وظهر رح يركبوا له هاي كمان حمراء
شكرا مدام. بيجوا تيسألوه انه شو بقولهم دقيقة سوري بس. عم بيطلع فيك انه حق عليه. جميل عم بيطلع فيك. وعم يعملوها على زلمة. وهلا عم بقولوا لهم انه ضرب. ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو تبع اليوم وضحكتوا وانبسطتوا وتسليتوا. اكيد ما تنسوا اذا عندكم فيديوز كثير حلوين تبعتوا لنا اياهم على فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو وانا فرجيهم هون بفاني فيديوز. باي. شو رادون شو عامل؟ شو عامل؟ مش عامل موجوع. تعبان. ليه؟ امبارح كل نهار سباحة وشمس وهيك تعبت. كنت على البحر؟ ايه رحت وشوفوني. ايه بسطت يعني؟ ايه كثير بس تعبان تعبان سبحت وشمس وهيك نهار متعب كان علي. بس منيح انه بتتسلى. انا كنت جاي اهنيك مبروك انه نجحت بالمدرسة. نجحت؟ ايه؟ ما حدا قال لي. مش عارف انه نجحت؟ لا مش عارف انه نجحت. كيف مين قال لك انت؟ ايه شوفوني خبرتني انك نجحت كل القصر هلا. إيه رادو نجح رادو نجح. لا انا مش عارف اني ناجح. انا انتبهي انا عارف شو كاتب يا دومينيك. ايه انا بعد سابي حالي كثير. اكيد شفتي انا شو شاطر هلا ما كثير تنبسط بحالك. شفتي شو شاطر وتصدق حالك كثير وتفتخر بحالك لانك ناجح على الحفه. شو فرقني معي اذا على الحفه ولا على السطح؟ مهم انا نجحت. مثلي مثل الجيب 18 و19 صح ولا لا؟ لشو شو بدي بالكتره؟ انا مش طميع انا بكتفي على القد. ها كثير منيح. شردوا هيدا بس ماشي كم كادو على الخفيف. والورد ما بحب الورد. كادو 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 كادو. انا بعرف ليش شوفوني ما قلت لي لا لانه بصير بدها تجيب لك كادو. شفتي كيف شفتي كيف يا دومينيك؟ اي 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 اي, أي. شو بك اي اي؟ ماشي يا دومينيك. محروق محروق ظهري عم يجعني. محروق؟ ايه وين؟ فرجيني. اخو ظهري كله 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 كل وجهي وكله محروق. اي اي اي, أي. شو محروق؟ اذا محروق بدعي فينا يا دومينيك. طيب ليش اي سنه طب انت دارسه؟ كيف هيدا؟ طيب معقول انه ما حطيت اكرام؟ حطيت اكرام. يا اي كيف قلت ما حطيت اكرام؟ حطيت اكرام بس شو اسمه شوفوني اكرام بروتكشن ما عطيتك شوفوني تبهي. شو عملت؟ هي كل النهار تحت الباراسول اختتها كلها تحت الشمسية كلها. تتخيلي شوفوني تحت الباراسول ورنا ساعة نحن معها. عطيتني بروتكسيون بس ما بعرف ليه ما مشي علي. طيب ليك بركي خلص مدته البروتكسيون. تأكدت قبل؟ ما هو الإكرام في ينتزع إذا انتزع يعني ما بيعطي مفعول 100%. طيب جيب لي هالإكرام تشوف. برافو عليك. شوفوني شوفوني هذا بتكون ستة عم تحط منه الإكرام. وقت ستة بتكون من أول ما بلشت تروح على البحر ما بتكبه ما بتكبه. وهلا ما بتقولي لها إكسبايري ديت بتضلها بتضلها بتضلها. اللي بتقولي لها مثلا قريها على الإكسبايري ديت قد إيه؟ إيه لو إنه فاتت مدته بتتركه. طيب فرجينا جيبها تشوف. أي 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 ساعديني يا دومينيك بشرفك. يلا. لا 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 عن جد واحد ما لازم يقعد هيك بالشمس بلا اكرام. يلا رادو بسرعه. يلا يلا تنشوف بركي منزوع لازم ناخذك على الفارماسيه تحط لك شيء. اخ عن جد مع اني حطيت منيح دهنت حالي منيح. اخ اكسبايري ديت بعدين اكسبايري ديت رادو شو؟ لك 2013 والله مش عن جد مش قديم. شو مش قديم؟ نحن انا فكرته شيء 1870 كثير منيح. 2013 لا حرام ظلمتها. لا 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 شكولي. لك ظلمتها بس ما بيسوى. مشان هيك طلعت المشكله من الاكرام. لازم دائما ننتبه انه بس بدنا نستعمل شيء نطلع على الاكسبايري ديت تبعه مثل ما صار برادون فيصير بحي الله حدا انه يكون شيء منزوع ونحن نفكر انه عم نحمي حالنا. رادون ايه والله كان بدي اخذك على اليونا بارك. اي بعتها اليوم؟ بس ما في اليونا بارك. ما في مش ظابطه اليوم. بدي اخذك لوين؟ على الصيدليه بدل اليونا بارك. ايه ما في حل عن جد لاني كثير اكيد بدنا نروح على الفارماسي. اي اي اي
تنشوف شو بدها تحط لك هلا على كتافك. فكرته اقدم بكثير، حرام. ها من هديك السنه رادو، شو منيح مش كثير. هابي بيرثدي انطوان ابي راشد. مبروك. كيدز تينز جايد هو هديتكم لتقدروا تعرفوا وين فيكم تروحوا وشو فيكم تعملوا بلبنان. مبروك، ربحتوا معنا بطاقة تقدروا تقصوا شعركم عند بيكسلز هير سالون. صار فيه، فاذا انتم لازم تنتبهوا لانه الشمس بتقدر تاذينا كثير، ولازم نحط سان سكرين وننتبه كمان انه ما يكون خالصه مدته، لانه مهم كثير انه يكون بعده مفعوله منيح لجلدتنا الحساسه، خاصه باول الصيفيه لما بنكون بعد ما قعدنا كثير بالشمس. فاذا الشمس فيها تكون مؤذيه، بس الشمس ضروريه لالنا وللارض ولكل الكائنات الحيه يلي عايشه على سطح الارض. تعالوا نشوف سوا صور عن الكواكب الكتيرة وكيف كلهم بيبرموا حوالي الشمس
وكمان حوالي نفسهم مثل الأرض تبعيتنا. الكواكب القريبة عن الأرض بنعرفها وأكيد درسوها العلماء وبيعرفوا إشياء كتير عنا مثل نبتون، بلوتون، يورانوس، ساتورن، جوبيتر وغيرهم، فينوس كمان. هالكواكب الكتيرة يلي هي بيقولوا إنه أقرب شيء عن الأرض بس هن كتير كتير بعاد أكيد، بس مين بيعرف؟ العلماء عم بيكتشفون أكتر وأكتر وبركة نقدر قريبا نسافر ونروح مثل ما منروح من بلد لبلد، نقدر نسافر ونروح من كوكب لكوكب نكتشف هالكواكب الكتيرة بالعالم. فإذا موضوعنا اليوم كان حلو وكتار منكم بحبوا كتير يعرفوا إشي عن الكواكب وعن هالعالم، أكيد كل هالشي بيقدروا يعرفوه ويتعلموه عبر الإنترنت إذا فاتوا مع أهلهم وقريوا وشافوا صور أو كمان بالكتب الحلوة. وهلأ تعالوا سوا نروح على صندوق بريد ميني ستوديو ونشوف مين منكم بعت لنا صورة حلوة ورح يربح معنا اليوم هدية. صورة مين؟ فانيسا الخوري. فانيسا بنشكرك على صورتك الحلوة وبنبعث لك بوسة وبنقول لك ثانك يو لأنه هالصورة حلوة كثير، ونقول لك مبروك لأنه رح تربحي معنا هدية رح نشوفها سوا هلا. رقمنا صرتوا تعرفوا 03-85-86-87، اتصلوا فينا تتعرفوا كل شيء بيختص بميني ستوديو وكمان تتعرفوا كيف فيكم تحصلوا على هديتكم. مبروك لك فانيسا وهلا رح أقول لكم باي وبشوفكم بكرة بحلقة جديدة. مبروك، الهدية هي لعبة حلوة كتير تقدمت أبو شبكة. مبروك لألكن، الهدية هي ساعة حلوة كتير تقدمت بيير روجيه. Oh.